يسعد لي أوقاتكم أصدقائي الفنانين والموسيقيين والمتابعين والطلاب يلي عم تاخذوا معي دروس على هالقناة. أهلا وسهلا فيكم. اليوم جايب لكم فيديو صغير لطالب شاب صغير اسمه إيليا صبيح. إيليا صار له معي حوالي السنة، طبعا تواصل معي والده اللي هو صديق بعرفه من أيام سوريا، وحتى طلعنا أنا وياه حفلات أيام الشباب. ماهر من الأصوات جدا جميلة. طبعا عائلة صبيح هن عائلة فنية بشكل عام، أكيد يلي بيعرفهم بيعرف أنه هن عائلة فنية، يعني ماهر من الأصوات الجميلة اللي هو والده، وعمه موسيقي بيعزف، وولاد عمه كمان نفس الشيء، وبعرف أنه في كتير أشخاص من هالعائلة إلهم علاقة بالفن وبالموسيقى. فماهر تواصل معي وحابب كان يدرس ابنه. هلأ ابنه تقريبا صار له معي إيليا حوالي السنة. شاب كتير ذكي، كتير موهوب، يعني اليوم صار بيعزف عشرات الأغاني، فصل حواس، تكنيك قوي، المقامات كلها بيعرفها، الكوردات، يعني هلأ بكل الأحوال هو حابب يسمعكم غنية. اخترنا غنية اليوم لعمرو دياب اللي هي حبيبي يا نور العين. يلي بيعزف كيبورد أو بيانو بيعرف ان هي من الأغاني الصعبة انه تنعزف مع فصل حواس، تحديدا يمين يسار، فهو اختار يعزف هالأغنية ويسمعكم اياها. سمعونا تشجيعكم لإيليا، وان شاء الله نشوفكم بخير وسلامة دائما دائما دائما، وإلى اللقاء وسلامة أعزائي. وخلونا نسمع إيليا حاليا.